جدا كنت بفكر فيهم اعمل البرزنتيشن بتاع النهارده. اخترت موضوع المايك مابنج لان ده موضوع مهم جدا وبصراحه انا بحبه يعني وفادني في شغل كتير. فالموضوع انا اتعرفت عليه من سنتين، كنت قاعد مع ناس صحابي وكلموني عن المايك مابنج، فقعدت اقرا فيه كتير بحيث ان انا اعرف ايه هو وازاي بدا كل الكلام ده. في البدايه بنسال السؤال ده، واتس مايك مابنج او الخرائط الذهنيه، معنى ايه الخرائط الذهنيه؟ دي طريقه اخترعها عالم اسمه توني جوزان في اوائل السبعينات. الطريقه دي هي طريقه تفكير للمخ، طريقه معينه تفكير للمخ، لان العالم ده اكتشف ان المخ البشري ليه قدرات لا نهائيه غير الكمبيوتر. الكمبيوتر بيفكر لينير، يعني بيفكر ستيبس باي ستيبس 1 2 3 4 عشان يطلع النتائج، لكن العقل البشري لا. العقل البشري حتى احنا لما بنيجي نشوف الخلايا العصبيه بنلاقيها ان هي مرسومه كده، بنلاقي ان هي عامله كده، فمتفرعه وكل فرع من ده بيبقى عباره عن فكره بتطلع من المخ. فالعلم كمان اكتشف ان المخ متقسم لجزئين، جزء يمين وجزء شمال زي ما احنا شايفين. الجزء اليمين ده خاص بالصور والايماجينيشنز والحاجات اللي هي ممكن ان انت تفتكرها، والجزء الشمال خاص باللوجيكس والنمبرز والحاجات اللي هي بتبقى لوجيكس فيجرز، حاجات ثابته بتبقى موجوده في الجزء ده. نلاحظ دايما ان الجزء قدره المخ ان هو يغير البيانات لصور. يعني مثلا هنديكم بعض مثال، مثلا انا رايح لواحد صاحبي واول مره اروح له، فهو بيكلمني بقول له اه والله انا في الشارع الفلاني، اه انا ماشي في الشارع ده في يافطه صفراء، انت عند مثلا بيت عندك فيه على الاما يافطه صفراء، ممكن ما افتكرش بعد كده اليافطه مكتوب عليها ايه، لكن هفتكر ان اليافطه لونها صفراء، فهفضل فاكر الشكل والمكان، هفضل فاكره، لكن مش هبقى فاكر اللي مكتوب ايه بالظبط. بس فقدره المخ ان هو يغير البيانات دي ليه صور، طبعا دي هتبقى حاجه جميله جدا، بحيث ان المخ هيبقى فيه كميه بيانات رهيبه جدا. حتى احنا نلاحظ من هنا ان في اهي البيانات بتحاول ان هي تنتقل للجزء الثاني من المخ بحيث ان هي تتخزن وتبقى حاجه ثانيه. بس وفي النهايه يا جماعه دي برده رسمه ثانيه للمخ بتقول لك ان في ليفت سايد ورايت سايد. ليفت سايد ده بيطابق بالليستس واللوجيكس واللاينز، والناحيه الثانيه بيبقى الايماجينيشنز والكالرز والجلوبال سبيس، الحاجات اللي هي بتبقى تفتكرها اكتر، بحيث ان انت الجزء اليمين ده هو اللي بيخزن الحاجات اللي انت تفتكرها اكتر. يا جماعه بحب اشكركم ويا رب يكون الموضوع